أعلن المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد أنه سوف يكشف خلال الأيام القادمة عن تفاصيل برنامجه الانتخابي وآليات تنفيذه. كان يمامة قد أجرى قبل يومين الكشف الطبي لاستكمال أوراق ترشح لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وذلك بعد حصوله على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب للترشح للانتخابات الرئاسية.